شو في عندك؟ معلم صار في حريق بالفندق وما قدرنا ننقذ الضيف. شو؟ معلم صار في ماس كهرباء اكيد وكسرنا باب الغرفة ودخلنا لقينا النار عم تاكل الغرفة اكل. لك انت شو عم تخبص؟ معلم مثل ما عم قلك. شو يعني هلا؟ يعني معود بسلامتك الضيف احترق. ولك والله لأحرق الأرض تحت رجليكم يا شحاش، والله لأحرقكم حرق يقطع عمرك ولك عين تتصل فيني يا حمار. يا معلم نحن شو دخلنا؟ انع العمى على هالمصيبة، العمى. شو هالعلاها يا ربي؟ لك شو هالحظ؟ يروف سيدنا كل شي انتهى. فيك تحكي مع ابو نبال وتقول له تعيش وتاكل غيره. فيك تقول له كمان انه رهوب حيكون قتالك. احكي لي شو صار وبنفس لك تك. هلا النار اكلت كل شي سيدنا، الضيف واللي معه صاروا بجنن. شو يعني؟ حرقنا الطابع باللي فيه. انت مجنون شي؟ احسن ما نحترق كلنا سيدنا. طب الورق وين؟ سيدي اذا الضيف احترق معناتها الورق احترق معه. طيب شو بضمن لي لك انت ما عم تكذب علي؟ سيدنا فيك تحكي مع ابو نبال ومن لاش رح تتاكد اذا كنت صادق ولا كذاب. طيب تعال عندي. حاضر. احترامي سيدي. طمني شو صار؟ سيدي ما بتخيل اللي عم يصير معنا، والملائكة عم تساعدنا، ما في شيء بنحاول نفكر فيه إلا من لقيه محلول لحاله. المهم تأكدتوا إنه غرفة الضيف احترقت كلها؟ طبعا سيدي. برافو عليك، برافو، مكافأة كبيرة ناصر. بدنا رضاك سيدي. المهم الشباب تبع سيدنا وينهم؟ ناطرين تليفون من حضرتك. طيب خلص روحوا على الفرع. أنت بتكفي تحقيق مع هذا الغبي عبدو اللي معه رندا، بدي أعرف قصة بناية المزة بسرعة. بسرعة. أمرك سيدي. ممنونك من كل قلبي. شو بشر ما انا زبطت؟ الفندق احترق والطابق تلت حالته بالويل. ما انا على وطيخ سيدنا في الشي اللي غلي بوس ايدك. تكرا دكتور. ابو نبال قلت لي الله يلعن ابوك بصرماي، بس لا تطلع انت وراها. مور سيدنا. سيدك غصبا عنك وعليه نفضك يا حيوان. احكي مثل العالم ولا تعب؟ مثل ما سمعت، وبأسلمني على ضيفك بعد ما أبعتك لعنده. ونصيحة، بس بدك تخطف حدا لا تحطه بفندق، لأنه هي عملت واحد غبي وصغير. يعني أنت اللي عملتها؟ ورح أعمل فيك العمايل بعد كم يوم، لأنه تلف أعصابي بهالكم يوم اللي راح، ورح أخذه من دمك ودم أهلك، واللي جاب الضيف بجيبك. شو؟ شايفك سكتت؟ انت اللي بلشت معلم. عم تحط حالك قبالي يا زبالة؟ ولك انا اللي جبتك من الحاويات وعملتك بني ادم وخليت كل الناس تسكت عنك وعن اللي عم تعمله، وعم تحط حالك قبالي؟ ماشي، اصبر علي بس يومين لحتى اجيبك راكع تحت صباطي وتبوس العافية عنك يا حيوان. بصرت فيه. بصراحة الرؤوف طلع وحش. اي والله يا دكتور وحش ومكدر. والله لألعن ابوك ان واحد يقول للتاني. نبرت عنك نبرت. خير معلم؟ خير.
ليش في حدا بيشوفك وبيشوف هالقبط شحاج وبيشوف الخرب؟ والله لا إله إلا الله. جامع حواليا حبيبي يقطع عمرك حيوان.